هسأل الدكتور اللي بتاع جوه. Sheets. ما هو ورقة، فكل
مثلا كتغيير، الكومنت الاسامي دي عليك تاخد درجه، ده درجه
الاناليتيكال سوليوشن هو الحل اللي هو الصح في الناحيه دي.
لو كانت بتساوي فاكشن ده اسمها
يعني انا اعمل في ايه ده؟ احطه كده؟ اوكي زي الفل. طيب الاوردر والهوموجينس. طيب نمبر اوف اندبندنت فيريبلز. نمبر اوف اندبندنت فيريبلز. لما اقول لك يو اوف اكس واي يبقى اليو هي الديبندنت بيعتمد على ايه؟ على اكس وواي. يعني التفاضلات الجزئيه بتاعتي بتبقى بالنسبه لاكس او واي او الاثنين. فعندي هنا تو اندبندنت فيريبلز. تمام؟ لو قلت لك يو اوف تي ودبليو وار مثلا ده عندي 3 اندبندنت فيريبلز. فعلى حسب عدد الـ independent variables اللي عندي الكم. طيب هنقول بعد كده coefficients. ممكن يبقى عندي constant coefficients، يعني لو قلت لك 5 uxx ناقص 2 uxy زائد 7 y y بتساوي e اس x y. ال 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 coefficients او معاملات ال partial derivatives اللي عندي دول كلهم constant، فبسميها constant coefficients. وممكن يبقى عندي variable coefficients اللي هو لو قلت لك x u x x ده إس مثلا 7 يو واي واي ناقص 2 يو اكس بلس يو اي حاجه، تمام، بتساوي لن واي اي حاجه. هلاقي هنا خليها مثلا واي، هلاقي هنا المعامل بتاعي ما بقاش رقم، تمام، وهنا برضه ما بقاش رقم. مش بس كده، ده انا ممكن اقول لك ساين اكس في يو اكس ناقص 2 لان واي في يو واي بتساوي صفر. ممكن يبقى واحد من الاندبندنت فيريبلز، ممكن يبقى فانكشن في الاندبندنت فيريبلز يو سكوير داز يو اي سوري واي سكوير داز واي اي حاجه. لكن المهم الكوفيشنز بتوعي زي ما انتم شايفين بتبقى in terms of x and y، فدي بنسميها variable coefficients. تمام؟ طيب هنيجي بقى نتكلم بعد كده عن ايه حاجه بنسميها linearity. يعني ايه؟ ايه linear؟ يعني ال PGE بتاعتي ال coefficients بتاعها the coefficients of my PGE تمام are not u are not in terms of u or its partial derivatives. بتبقى بنسميها هي لو ال coefficients of the dependent variable or its derivatives are not in terms of u. يعني لو قلت لك x، لو قلت لك x u x x انا كاتباها دي plus 2 y u y y بتساوي sin x مثلا، أو خليها شاين اكس عشان شوية تغيير. دي ادي اليو اكس اكس وادي اليو واي واي، مين الكوفيشنز بتاعهم؟ ده وده. فيها يو او يو اكس او يو اكس اكس او اي حاجة فيها يو؟ ما فيهاش، تمام؟ يبقى دي بنسميها لينير، تمام؟
حاجه اسمها كوازي لينير. يعني ايه كوازي لينير؟ او خلي الاول نحط نون لينير وبعد كده كوازي لينير. يعني ايه نون لينير؟ نون لينير يعني ايه؟ يعني عندي الكوفيشنت بتاعت اليو او اليو اكس اكس واليو واي واي، يعني the coefficients of the dependent variable or its partial derivative، تمام؟ يكونوا function in u. يبقى دي نون لينير if the coefficients of the dependent variables are function in U or function of derivatives of U. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا تانش U مضروبة في U X X زائد مثلا 2 Y U Y بتساوي 0. شايفين دي؟ دي function in U. حلو؟ طيب لو انا جيت قلت لك UY square في U زائد هنا UX في X بتساوي صفر، تمام؟ هلاقي عندي ايه؟ او خليها طيب اوكي، هلاقي ان انا عندي هنا في يو سكوير، ما بقتش يو يو واي سكوير او يو سكوير او الفانكشن ان يو از نو لونجر دي، تمام؟ ومضروبه في التانيين هنا اهو. يبقى دوت الجزء ده لينير مفيش اشكال، انما الجزء ده تعبني نفسيا، هو ده اللي خلاها لي نون لينير. طيب هنيجي نقول حاجه اسمها كوازي لينير. كوازي لينير ده اللي هو ايه؟ اللي هو انا ابص look for the highest partial derivative، تمام؟ عندي مثلا يو اكس ويو اكس اكس يو اكس واي يو اكس 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 يو اكس combination of partial derivatives in my partial differential equation. دور كده where is the highest partial derivative؟ لقيتها فيها يو اكس اكس اكس، تمام؟ ابص عليها هي دي لوحدها. its coefficient لينير ولا نون لينير؟ لو لينير تمام يبقى ده فور بتسميها كوازي لينير، لو هو نون لينير يبقى كلها بقت نون لينير، تمام؟ هحط اكزامبلز على الكلام ده كله من الشيت على طول. يبقى انا دلوقتي في الكوازي لينير تشيك كوفيشنت اوف هايست بارشل ديريفيتيف. والله طلع لي لينير يبقى دي اسمها كوازي، والباقيين فيهم حاجات مضروبه في بعض يبقى اسمها كوازي لينير. كان هو لينير وكلهم لينير اسمها لينير، كان هو نون لينير بقت كلها مع بعضها نون لينير. فاهمه؟ طيب تعالوا نشوف بقى اكزامبلز على الكلام ده ونشوف هتمشي ازاي. Part of the coefficients part of are
times ux plus xuy equals 0. What is the highest partial derivative? 1 ux command. Now ui coefficient here is just u. So, you have a positive. رقم C. تعال شوف.
في product بتاع the dependent variable with one of its derivative او اي حاجة كده هيقلبها non-linear. بس قبل ما اكمل, what is the highest derivative هنا؟ ux وuy هو ال first derivative. ده مضروبة في x, this is linear. ودي مضروبة في u, ما هيش u square ولا sin u ولا root u ولا ln u. فبالتالي دي اصبحت ايه؟ quasi u. The highest derivative has a linear coefficient. A coefficient here can do نتيجة العنصر of the dependent variable and its partial derivative. بس الفاكتور بتاعته أو مضروب أو هي واحد, مفيش فيه function. It's not a function in u, it's just u. ما هيش u square ولا root u ولا sin u ولا sec u ولا عفريت u. هي u. بالظبط. طيب اوكي اوكي نيجي نقول
لعمق معين جوه السبستريت، ويبقى بالتالي الديستريبيوشن بتاع الامبيورتي دي بتخليه عندي بي ان بي جانكشن، ده ترانزستور ولا دوت اوربيت ولا ولا واتيفر اللي بيعملوها بالديفيوجن. الحاجات كلها اللي ليها علاقه بالحراره بتبقى عاده هي البارابوليك ايكويشن. طيب بالنسبه للهايبربوليك ديت كل الويف ايكويشنز، يعني حضرتك مثلا لو بتوع اتصالات عندهم انتنز اللي هي بتاعه الموبايلز بتاعتكم دي، البروباجيشن بتاعها ده الديستريبيوشن بتاعها ده بتاعت الويف بتاعتها دي بتبقى عن طريق حل الهايبربوليك ايكويشنز، وبالتالي يقدر يقول لك دي الديستريبيوشن شكلها ايه، التاور التاني يبقى جنبها قد ايه عشان يغطي المنطقه ايه، عشان تبقى السترينث بتاع السيجنال شكله ايه، كل الكلام ده بتبقى كونسترينتس او كونديشنز بتتحط عشان نحلها. اي حاجه ليها بندوليوم بيتحرك الموشن بتاعته دي لما تيجي تترجمها بتترجم الى ويف ايكويشن. اي ابلكيشن ليها حته حاجه بترميها طوبه بترميها في الميه وبتشوف ازاي الحركه بتاعت الموج بتاعتك او انت بتعمل فلو معين بتدرسه هتبقى محتاج الايه الويف ايكويشن. اخر حاجه اللي هي الاليبتيك ايكويشنز دي بتبقى محتاجينها في اللهم صل عليك يا نبي اللي هم لابلاس وبواسون ايكويشنز دول اكتر اثنين مشهورين، هم دول بنحتاجهم في اي حاجه فيها ستادي ستيت. اي حاجه فيها ستادي ستيت يعني حصل لك مثلا قربت طوبه في ميه وعملت الويف دي، بعد شويه بتبقى خلاص الموج دوت بيقل بتوصل انها تبقى حاجه ثابته. دوت انا وصلت للستادي ستيت. الدراسه بتاعت اي حاجه في الستادي ستيت بحتاج لها الاليبتيك ايكويشنز. تمام؟ فاذا يا جماعه الابلكيشن الثيرموداينامكس الفلويد ميكانكس الحاجات دي كلها بيبقى فيها بي جي ايز كتيره قوي. متخافوش دي مش كحه شربت. اوكي لا عشان ما يكونش تقولوش ان انا بعدي حد ما بعديش. نهرب عشان اكون انا عيانه ولا حاجه ومش بعديك بعد الشر عليكم. تمام؟ إذا الحاجات دي بيبقى ليها ابلكيشنز، احنا بقى إن شاء الله ساعة ما هنيجي نشتغل بإذن الله تعالى من المرة الجاية بقى ونشوف المسائل اللي هي بحق حقيقي اللي فيها لعب بقى كده وتكاملات وابتعاد ولعب كده، هنحتاج نبقى هنقول والله احنا هنشتغل ده ويب ايكويشن ده هيت ايكويشن ده كلام. في حاجة أنا عايزة أركز وأقولها قد كده اللي هي في الشيت بتاعكم هتلاقي فيه مسائل word problems المسائل الكلامية. الword problems ده المفروض you translate it into equations وتقول add problem بتاعتي و add initial conditions add boundary conditions set up initial boundary conditions solve it simultaneously with the problem itself وطلع ايه الحل التاني. مش هنطلب منكم خالص انكم how to translate from a word problem to a normal problem عمرنا ما هنطلبها. The problem itself will be given كده زي ما هي زي ما هي. انا بقول لك ادي البي جي اي بتاعتي اهي انت يو كلاسيفاي ات يلا اشتغل عليها having certain initial boundary conditions work it out وطلع لي الحل. اتفقنا؟ طيب فما حدش يجي ينفهش او يتخض او اي حاجه فيها من الورد بروبلمز اللي موجوده في الشيت. طيب اوكي تعالوا بقى نشوف دلوقتي دول الكلاسيفيكيشنز الاساسيه اللي انا كنت عايزه اقولها. نقول حاجه بقى لذيذه قوي 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 اللي هي احنا هنحل ازاي لما تشوفوني المره الجايه الستبس بتاعتي. What are the steps for solving any partial differential equation؟ احنا we're gonna learn how to solve it using اللي احنا بنسميه separation of variable technique. A separation of variables deep it will we assume at the beginning in u is a function of x and y or x and t or whatever independent variables is going on. بعد كده نجيب ال partial derivative بتاعتهم. بعد كده substitute with the partial derivatives into the equation. بعد كده separate
بقتش partial anymore لانها بقت كلها in terms of x or in terms of y بس كلها فبقت ordinary differential equation ايا كان شكلها مبتهش مبكعش معمول زي ما يكون اس ال او دي اي هنحل ال او دي ايز دول separate ones تمام then the general solution will be the product of the two solution يعني هنجيب الحل بتاع ال او دي اي in terms of x والحل بتاع ال او دي اي in terms of y زو اضربهم في بعض يبقى ده general solution كل ده اوكي وسهل حلو بعد كده بقى هيبقى عندي several additional boundary conditions 3 4 5 زي ما يكونوا ده يبقى ال بي جي اي دي has to satisfy the initial boundary conditions شوية منهم هتبقى straight forward just apply the numbers on the other number شوية منهم هتحتاج فيها integration بعد ما خلص الكلام ده كله طلع القصص دي كلها وضعها قوة الرقم زو اتحل اوكي فانتوا شايفين احنا عندنا ايه حبة ورد كتير فعلشان نقدر نشتغل الكلام ده المرة الجاية ان شاء الله ممكن اقعد معاكم the first time ممكن اقعد معاكم برضو هجيب الروتس بتاعتهم
R1 وR2 مش دي معادلة من الدرجة الثانية؟ جت الروتس ماينس الروتس R1 وR2 ماينس B بلس أو ماينس سكوير روت أو B سكوير ماينس 4AC أوفر 2A وبيبقى عندي ثلاث حاجات يا إما R1 and R2 distinct يعني إيه distinct يا جماعة؟ يعني they are different, they are not equal تمام؟ يا إما بيبقى R repeated جذور متكررة تمام؟ أو بيبقى عندي imaginary roots R بتساوي ألفا بلس أو ماينس بيتا R صح؟ ما أنا لما أجيب جذور معادلة يا هتبقى هما معادلة من الدرجة الثانية فالجذرين دول يا إما هيبقوا مختلفين مستيك يا إما متكررين يا إما الجزء إيه؟ إيماجينري صح ولا مش صح؟ طيب إيه الحل بتاعي لما يبقوا مختلفين؟ الواي هتساوي ايه يا جماعة؟ الحل بتاعي واي اوف اكس بيساوي ايه؟ فاكرين بيساوي ايه؟ بيساوي الفا في اي اس ار واحد اكس بلس بيتا في اي اس ار اتنين اكس مظبوط؟ فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ ابتدى يرجع ولا مشي باي باي؟ زي الفل. طيب لو كان ريبيتد الواي هتساوي ألفا بلس بيتا إكس في إي أس آر إكس ولو كانوا تلاتة كنا ألفا بلس بيتا إكس بلس جاما إكس سكوير كده إحنا فاكرينه ده ولو هما إيماجينري الحل بتاعي بيساوي إيه؟ ها؟ هتعمل إي أس ألفا إكس مضروبة في سي واحد كوزاين بيتا اكس بلس سي اتنين ساين بيتا اكس صح ولا مش صح؟ يبقى التنسر ساين كوزاين مظبوط الكلام ده؟ ده هنحتاجهم جدا 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 هتبقى بسم الله الرحمن الرحيم اوكي قلناها طيب عشان بس ما ننساش كده يعني يحبوه ما الواحد لما بيحب حاجة بيفتكرها صح؟ وانا عايزاكم تفتكروها فلازم تحبوها حبيتوها ولا لسه؟ لو لسه حبوها كمان شوية قريبوها كتير انا عايزه اقول حدش يجي يقول لي انا كتير جدا هروح احب حاجات تمام حدش يقول لي ما حدش بيحب اكتر من حاجه واحده انا ممكن احب حاجات كتير ممكن احب بابي ومامي واخواتنا والعيله واولادنا وجوزاتنا ومراتنا في كتير بنحبهم ها فهنحب حاجات كتير ماشي طيب الاخر حاجه عشان نفتكرها لما يبقى عندي الايكويشن بتاع
squared y by dx squared. أنا هنا بفضل بالنسبة لx. لما أعمل التعويض دي اللي هو زي ما كنا عملناها زمان في order هتتحول كلها in terms of t. أنا عملت تعويضة بدلالة t فهتبقى all in terms of t. فهتتحول المنظر اللي عندي ده لو تفتكروا برضو من السنين اللي فاتت هتبقى a naught d squared y by dt squared plus a1 minus a naught a1 minus a naught dy by dt plus a2 through y بتساوي صفر. وبرضه نفس الكلام هجيب الروس بتاع دي بقى من هنا هقول له get the roots. ولو جبت الروس بتاعتي وكانت ريل ريستيكت وريل ريبيتد بس ده كفايه دوشه وريماجيني الواي هنا هتساوي كاتريني اول كنا بنقول الفا وبلس بيتا بي اس ار 2 هنا هتبقى الفا في اكس في اكس بي اس ار تي مش كده هنا هتبقى لا خلينا هنا الفا صح كده اكس ار 1 بلس بيتا اكس ار 2 هنا هتبقى الفا بلس بيتا في لما اكس اوكي مظبوط يا اماني صح كده وهنا هتبقى دلوقتي لو حصل ان انا عندي الكيس بتاع اويلر زي ما انتم شايفين ان البارشال ديريفيتيف بتاعتي مضروبه في اكس عندها نفس عدد البارشال ديريفيتيف يعني لو اكس سكوير تبقى واي تبقى داش لو اكس تبقى واي داش لو مفيش اكس يبقى مفيش ديريفيتيف تبقى مجرد واي بس لو عندي الكيس بتاع اويلر دي بعمل السبستيوشن بتاعتي هشيل كل اكس واحط مكانها اي اس تي هتتحول بقدرة قادر إلى another partial derivative all in terms of t عندها different coefficients نتيجة التحليل اللي أنا عملتها الجديدة دي هجيب الروتس بتاعتها واتس إن أنا جبت الروتس بتاعتها اللي هي r1 و r2 هكتبهم هنا هو زي ما هرجع تاني هتبقى المفروض تبقى يعني الفا في e اس t بس e اس t مضروبة e اس t في r1 بس اي اس تي هي اكس هتبقى اكس اس ار 1 زي ما احنا هنا بلس بيتا في اكس اس ار 2 اللي بعدها الفا بلس بيتا لو عندي ريبيتد مضروبه في لان اكس لا هي كنت مضروبه في تي بس عشان هحولها ان ترمز اوف اكس في اي اس ار اكس واخيرا الاخرانيه اللي هي اللي بيبقى عندي ايماجينري الحاجات